صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نقل بها مضاجع صفوة ما قلت الأكبار من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى قلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، شعرنا بعد الشندك، قال بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. الليل زينب وحدها، الليل يهيج الدلال بهمومه، شتريد تصير زينب كم المظلومه؟ يل منكم الناس تعلمت الغيره، شافل كان عدها وما إلها غيره. يا محلى البطل عباس ورسومه، لجن كل يله كانت احلى كل يله. غاب وخلى زينب ظلت الحيله، يا بدر اللي ساهر حتى تشكيله. الله يساعدك زينب المظلومه، وطالت على العقيله الليل ساعاته، وقامت وحده وحده تنام نجماته. لجن شلون زينب ليلها تباتل، آلام وحزن آلام مجروحه، وظلت للفجر بتسيد الأملاك يقلبها الحزن ما بين هذا وذاك. ما تنساك يا عاشور ما تنساك. صدر المجلس زينب رادت تطلع من كربلاء بالخاتمة، زينب ليلة الوحشة أرادت الخروج من كربلاء، ومضاها زين العابدين بطرف عينه. هاي علامة أمارة علماء الأصول يسموها، يريد يقولها عمه أنا عليل أنت ركب العائلة. قامت زينب ركبت 82 طفل وطفلة، كلها تبكي كلها تصرخ، هذا الذي فقد أباه، ذاك الذي فقد أخاه، هذا الذي فقد عمه. يا آل الله، زين أكو بعض الأطفال أقدامهم محروقة من الخيام، زين ويصرخون صعدتهم عمرها 58
50 سنة. بعدين ركبت نساء الحسين، نساء الأنصار، بنات الحسين، ودارت وجهها للإمام زين العابدين، قالت لعمها اركب، يقول لها أم زين العابدين، قال لها عمها إذا ركبت من الذي يركبك وأنا علي؟ يقول لها وهو يلقم بالأنفاس، أمك بنتي وخلي أين وياها الناس، أي صوت منك؟ ها عندنا فاتحة عمي. ممكن صغائر الأمور
التي يعتقد بها الإنسان التي لا يعتقد بها الإنسان، صغائر الأمور من الذرة إلى المجرة بمجرد احتكاكها بالحسين اختلفت اختلاف كل أحكامها عقائدها. ولذلك إذا كان ذلك الشيء، هسه بالأمثلة علماء الفلسفة يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، سواء ذلك الشيء عقائديا فقهيا فلسفيا طبيعيا أكاديميا، بمجرد أن يحتك بالحسين ينقلب باتجاه الحسين ترى أحكامه كلها تختلف. خلنا شوي نقرب المثال، ونحن في ليلة الوحشة على سبيل المثال، هذا لبس السواد اللي احنا كلنا لابسين سواد، هذا يراد نية خاصة أيها الأحبة. لبس السواد مسائل من باب الاستحباب في السنن والمستحبات في رواية أهل البيت، يراد نية خاصة قبل أن ترتدي السواد. أكو نية وأكو أغسال أنا ذاكرها، الكراسة كتاب عندي ذاكرها بني بالكراسة. لبس السواد شنو ما الإنسان قبل لا يرتديه ماذا يصنع؟ هسه يقول شاطر على كل حال، هذا لبس السواد أيها الأحبة، هذا لبس السواد. عندما نذهب إلى العلم إلى الطب يقولون نحن نمنع باستمرارية لبس السواد. يا بليش ليش؟ شيخ الأقارب المعرفة اللغة من بريد، ليش تمنعون قبل لا أجل الشرع؟ لماذا تمنعون من لبس السواد باستمرارية أيها العلم الحديث أيها الطب؟ قالوا هذا اللون الأسود في علم الألوان أكثر جاذبية للأمراض والميكروبات لجسم الإنسان. الآن ممكن إحنا جالسين في هذا المجلس، هذا المجلس هنالك مليارات من المليارات من المخلوقات التي لا نراها بأعيننا. خلقوا لك المثال، شايف فتفتح صغيرة والشمس داخلة إلى الغرفة، زين؟ شوف خلال الشمس أكو غبار، صح؟ هاي كلها كائنات. لو قدر لنا وضعنا المجهر على هذه الكائنات لوجدنا أشكالها كالوحوش. اللون الأسود بالطب بالعلم يقولون هاي الأمراض الميكروبات البكتيريا أسرع الدخول إلى اللون الأسود فيتأذى من خلالها بدن الإنسان، نمنع باستمرارية لبس السواد. نجي إلى الشرع، بعدنا ما احتكينا باللون الأسود بالحسين، زين الشرع ماذا يقول؟ يقول مكروه كراهة شديدة لبس السواد. سيد السيستاني بعض الفقهاء، أنا مناقش المسألة نقاش علمي، قالوا إذا واحد فاقد عزيزة، واحد عنده أبوه أخوه ابنه، واحد من أرحام الله يرحم أمواتنا جميعا وأمواتكم جميعا، زين ولابس أسود وأراد أن يصلي، الشارع المقدس يقول له انزع اللون الأسود وصلي بلون ثاني لأن هذا ابنك لو أخوك لو أبوك، وبعدين من تخلص الصلاة البس السواد. نفس السؤال توجه إلى السيد السيستاني واللي يروحون بزيارة الأربعين، اسمعني بقى، قالوا له أبو دولة ما عنده بس ملابس صحيح، بس هو لابس أسود ورايح للزيارة وصار وقت الصلاة، هو ما ظل مين ينزع؟ قال لا، المسألة صارت عند الحسين، إذا صلى وهو ذاهب للحسين الصلاة ترفع إلى أعلى عليين. هسه مو قبل شوي يزعلون بهاي، لا، بعدين بالروايات يقول من ارتدى السواد عزاء لابي عبد الله، راح نحتك بالحسين هسه احتكاكنا بالحسين، قلبنا. من ارتدى السواد عزاء لابي عبد الله الحسين كان له وقايه من نار جهنم، شوف النيه. بعد وكان مواساة للزهراء سلام الله عليها. اللون الاسود سيقف يوم القيامة، راح أقول آية قرآنية، سيقف هذا اللون الأسود يوم القيامة ويقول اللهم اشهد أن فلان ابن فلان ارتداني عزاء للحسين،
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قال انتقم الله الذي انطق كل شيء، كل شيء انطق حتى نفسك. إذن بمجرد الامور ان تحتك بالحسين سلام الله عليه تختلف اختلاف كلي. ولذلك احنا عندنا منظومه يعبر عنها. انا الان البحث اللي عندي في الجزيزه هنا في منطقه الجزيزه بحث عندي متواصل، واعرجت بارواح الناس باتجاه الحسين سلام الله عليه. يرادلنا اطروحه حديثه مفهومه للغه الحديثه باتجاه الحسين. دعونا نفهم الحسين فهما صحيح. انا قلت كلمه راح اقولها وخاف اسوي اشكاليه. ترى الحسين عليه السلام على نوعين اشتروها من عند من شيخ علي الكربلائي. حسين صنعته الناس وذهبت اليه، وحسين الله، الله تبارك وتعالى يريد حسين الله، حسين الله ابو الفقراء، حسين الله ابو المساكين، حسين الله ابو الصلاه، اسمعني ولا، حسين الله ابو المظلومين، حسين الله التوسع على العائله، حسين الله ماكو زعل بين الاخوه، حسين الله صله الارحام. احنا صنعنا حسين احنا نريده. تسمعني؟ هذا مو حسين الله، اغلب الناس يذهبون الى حسين برمجتهم الفكريه صارت هنا. ولذلك ما من شيء يحتك بحسين الله الا ويختلف. زين. خلنا نقول مثال ثاني اخذ وياك العزاء. المثال الثاني اللي احتك بالحسين، مثلا هذا اكل التراب. التراب طبا علما فقها حرام، الشريعه تقول حرام اكل التراب. ليش هو حرام؟ ليش؟ يؤدي الى دين الانسان. ولذلك انا شوي اقرب لك المعنى. حبوباتنا الله يرحمه المعتدلياتنا بالداخل ياكل نطيل خاوة، صح ولا هاتوني؟ ويوكل الاطفال وياهن، الان اثبت علميا اي واحد اكل طين خاوة والاطفال ذول مصابين بمرض الحصى والمثانة والرمون. حرام اكل التراب، حرام. العلم يقول حرام. الطب يقول حرام والشرع يقول حرام. يابا حرام اكل التراب؟ اي شو بيقولوا لها يا ابن حسين؟ من المستحبات ان ياخذ الانسان هذا اليوم اللي مضى هذا اليوم هذا من اعماله، من المستحبات ان ياخذ الانسان من تراب ابي عبد الله الحسين بقدر الحمص للاستشفاء، مو احنا لا بل للاستشفاء. حطوا له بعدين اكو دعاء التربه الحسينيه، وهاي من المجربات، من المجربات. انا كان عند سعوديين اطفالهم واحد قال الشيخ مش عندك، كان عندي تربه صغيره بينما بين الله اقولها قربه وراعه. قلت انا اعتقد اعتقاد جاف، انا احمل معي سياره تربه الحسين، تربه الحسين ولا؟ قلت له هاي اخذها. ولله الحمد بمجرد ان سووا لي دعاء التربه الحسين شفاه الله، شفاه الله. شوف عقيده عقيده. واحد من العلماء انا قاعد بجواري، هذا هو مقلدي، مجتهد مقلدي. هذا هو مجتهد، ابوه مجتهد، اخوه مجتهد، امه مجتهده، عمه مجتهد، ابن عمه مجتهد، ما ادري حقيقه. وكنت اتكلم وياه في روايات بحاره الانوار. يقول لي بالصفحه الفلانيه، بالسطر الفلاني، بالجزء الفلاني. مع العلم هذا بحاره الانوار 110 مجلد، حسبت يراد اذا واحد يحفظه 24 ساعه يقرا حتى يحفظه يراد 180 سنه. هاي الهبات، هاي الهبات اللي باركتها. كنت قاعد يم هذا العالم هو نقلي. الان من لسانه لاسماعي وانا انقل لكم. قال شيخنا، هاي عبارة نص، مات واحد بعد تربة الحسين. قال مات واحد، انا قلت له تغمده الله برحمته الواسعه. قال لا شيخنا انقل لك قصه. قال مات، بناته قاموا يصيحن، أولاد قاموا يركضون مسجل زين. و
الجيران اجوا بعدين اجوا اقاربه، فبقى قرابه الثلاثة ارباع الساعه ميت بالبيت. واحنا عندنا اكرام الميت شنو؟ دفن. بالمناسبه كلمه بين هلالين، خمس علامات للموت، خمس. واحدة من العلامات حتى تعرف هذا ميت، هذا تشوف اصبعي، هذا هنا الجبين الايمن، هذا الجبين الايسر. هاي هسه من تخلي ايدك هنا اكو خسفه، اللي يموت يضمه بعد الجو. هاي واحدة من خمسة. يقول فراد يشيلوه، هذا العالم السيد ينقذني، انا قاعد بالدوار الله يعلم وش. قال لي شيخ انا راد يشيلوه ثلاثة أربع ساعة. يقول دخل سيد من السادة، أنا استشفيت من كلامه هو، والله العالم هو غير ما أدري حقيقة، هو نقل. قال اتركوه اتركوه اتركوه. يقول الناس بنات يمشين النساء وأبوه. سبحان الله، يقول قاعد يمه مد إيده في جيبه، أخرج قطعة من النايلون الشفافة وضعها على أنفه وفمه. شنو هالأمارة؟ شنو العلامة؟ هاي اذا اكو نفس قليل يصير ضباب، صح؟ شاف ما قال لا 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 تركوه تركوه. الناس يقول طوع علي، مد ايده جيبه فاخرج منها صوره فيها تراب الحسين سلام الله عليه. قال شيخنا فتح فمه، فاه باللغتين باللغه العربيه صحيح سليم زين، فتح فمهم ودار ذرات من تراب الحسين بفم الميت. يقول واضح قال تركوا. يقول ما مرت خمس دقائق سبع دقائق قرابه العشر دقائق واذا الميت يفتح عيونه. الله صل على محمد. شوف من يقول يقول مجتهد وما يبيع هاي الشيء، ما يبيع هاي الشيء، ما يبيع. قال مرت ربع ساعة تقريبا قعد بس تعبان تعبان. سيح بابا منين جيتي؟ ليش تبني؟ انا سيح ليش تبكي بابا؟ ما اسمع انا ما اسمع ما اشوف. وليد انت ليش تبكي يمي قاعد؟ اخي انت ليش هيجي؟ ها قال ما انا اكو رجل بجواري، هذا شخص برد بجواري الله يرضى عليك الموت. هذا ماخذ مجامع كلها اباوع انا بدني هذا وانا بدني بدنيا، هذا البدن معبر عنه بالبدن المثالي. بالبدن المثالي، السر لي ليلة أن أناقش الليلة القابلة بالبدن المثالي جوز حتى أهيئ الفكرة علما إلى ليلة الدفن. سبحان الله. قال ضربوا أنا أصيح لك بعدين إجا هذا السيد، هذا فيديو من عالم البرزخ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. إجا هذا السيد خلق قطعة النايلون وخلق طلع صرة فيها تراب الحسين دار ذرات بفمي، بمجرد أن دخلت الذرات بفمي شفت نور شخص منا خدم وحشم كله وجه كل النور. شفت هذا اللي بجواري خاطبة يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله. تصور الحسين اذا يشوفنا يروحنا الله يرحمك سيد جاسم، انا قريت سنه هناك البصره مو كان رحمه الله عليه رحمه الله عليه. سيد جاسم يقول للحسين يقول له ابو السجاد احنا ما عندنا غيركم. صحيح كلمه احنا سلمين ولا ما عندنا، بس قال له ابو السجاد بس اقول لك كلمه انتم هم ما عندكم غيرنا، من يجي عليكم الاجانب؟ من يسوى المدارس؟ من يجيب الصواب؟ قال لهم اجا قال له السلام عليك يا ابا عبد الله. الامام الصادق يقول وكل الله عالم البرزخ بيد الحسين بن علي. قال له هذا شفته اخذ القهقر، القهقر شايف تسلم على الحسين وترجع لوراي؟ ترجع توشك عليه وترجع له، هذا قهقر باللغه العربيه. سبحان الله. قال له الشغلي ورجعت هاي بدني المثالي ورجعت تراب الحسين. الان البحاره انا هنا بالبصره ساكتين وهم يسولفون وياي. قالوا احنا اذا طلعنا بالبحر بالبواخر
عندي من حسابتي هم الباخر ولد شارع حسين عفو. فيقول إذا اضطربت الأمواج وهبت الرياح وأوشكنا على الرياح، يقول إحنا شايلين ويانا صرة فيها تراب الحسين، بمجرد أن نخلي تراب الحسين بالبحر فيهدأ البحر ببركة الصلوات. صلي على محمد. فإذا ما من شيء يحتك بالحسين إلا ويختلف ذلك الشيء. هاي الدمعة حتى أروح أنا إلى ليلة الوحش، هاي الدمعة دمعة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل عين باكي يوم القيامة إلا ثلاثة. خوش. الأولى عين باكت في حراسة الله، وأنا أقول كلمة من هلالي، الآن نحن نجلس في هذا المجلس أكو شباب على السواتر واقفة صح؟ كلهم تراب وسهرانين الليل، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أولادنا زين، وهاي الصور تبع اولادنا واقفين على السواد، عين باتت في حراسه الله. الله يوفق، الله ينصرهم ان شاء الله. زين، بعد العين الثانيه، وعين بكت من خشيه الله كلمه بليله الوحشه ليله الحادي عشر. اللي يسمع صوتي اقعد لك ليله، خصوصا اللي عمره عبر الاربعين والاربعين، اقعد ليله بينك وبين الله ونزل لك دمعة بينك وبين الله إلها حوض. هاي الدمعة خلي شوية اتصال بينك وبين الله، دمعة واحدة دمعة بالليل. يقول الإمام الباقر، يقول الإمام الباقر لو أن قطرة من الدمع في مجلس الحسين في خلوتك أنت بك على الحسين مثلا نزلت على نار جهنم لأطفأتها. قطرة واحدة، قطرة واحدة. وعين بكت من خشية الله. ثالثة، وعين بكت على الحسين سلام الله عليه. حسين، ولذلك البكاء على الحسين له أثر. ضل كل اليوم اللي شاف المقتل واللي ساير وشاف التصوير والرضا وهاي وما نزل بمحتل. مطلوب نحن ان لقتل ولدي الحسين حراره في قلوبنا. قلت الى بعض الاحبه، خلنا نختم يا شيخ داخل عزاء الحرم. قلت الى بعض الاحبه، قلت لهم عمي شوفوا انا قاعد اقول انه مثلا اللي يوم كربلاء، كربلاء جغرافيتها عملاقه، ناقشتها مناقشه علميه. و الحسين ذهب إلى جوار الله شهيدا، قمر العشيرة ذهب شهيدا، علي الأكبر، الأنصار، القاسم، أولاد الحسين، أولاد عقيل، أولاد أم البنين سلام الله عليهم أجمعين. بس المصيبة التي بقت وسقطت بقت على زينب وزين العابدين. قل لي أول مصيبة شنو؟ زينب خرجت إلى جسد الحسين تحاول تشيل جسد الحسين، كلما رفعت قطعة سقطت القطعة الأخرى. واحد إجا للإمام الصادق قال له سيدي قاعد ينقلون خبر الخواص يعرفكم أن الحسين ضرب في مقدمه 900 ضربة بين ضربة سيف وطعنة رمح. يقول له، هو يقول له المقدم من فوق الصرة تحت الرأس. قال له الحسين نحن نعلم لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق، متوسط الطول وعالي. شلون 900 ضربة؟ يقول الإمام الصادق أطرق برأسه إلى الأرض وفاضت عيناه من الدم. قال له هذا الخبر صحيح؟ قال له سيدي كيف؟ قال له أعلم لأن الضربة فوق الضربة والطعن فوق الطعن. أويل عليك بالسجاد. شلون؟ وزينب رايحة تشيل قطعة تسقط القطعة، شالت قطعة ورفعتها للسماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. وزي الكريم أو رجعت الخيام محروقة، شو تسوي زينب؟ واقفة. قالوا له عمر بن سعد، قالوا له أدري الرجال قتلناهم، الخيام حرقناها.
أخذناها سلبنا ما موجود عند النساء حتى القرب في آذان السيدة رقية يقول عندما أخذها سالت الدماء على رقبتها. زين ذول الأطفال النساء نقتلهم؟ لا شو نسوي؟ قالوا ما عندي أمر بقتلهم. قالوا لله أرسل إليهم خيمة، هذا النيل صاب حسد، فأرسل إليهم خيمة كبيرة جمعت زينب العائلة كلها بالخيمة وياهم زين العابدين، وصاحت إلى أختها أم كلثوم قالت لها أخية اجلسي أنت بجانب وأجلس أنا بجانب حتى نحفظ العائلة، دول أمانة الحسين عندنا. ويا آل الله يا آل الله صار جلوس زينب على طريق الغريب، ليلة هاي ليلة 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 طريق الغري يعني شنو؟ طريق النجف. عاد هاجت آلامها، صاحت أبا الغوث أغثنا علي أدركنا، يا أبوه يا علي أنا اللي أنا هو. أنا جيتك يا أخويا شلون جاية ويا شلون
حسين، ليه ترى يقول هنا حسين مقطع ضربا يا بابا؟ واللي قال شلون عرفوه زينب؟ يقولون راحت للحسين، راسه راحت للحسين. الشاعر يقول اكو علامه بين زينب وبين الحسين، هاي العلامه ما حد يعرفها بين زينب والحسين. اي علامه ايها الشاعر؟ شلون عرفتها؟ صاحت أم فاطمة اللي وزير أبو حيدة لا حسينة ولا عباسة، فندبة ثلاث ندبات، ندبة أصعب من ندبة. صاحت يا حسن تقومي للسريع لا يعطلك عني تراب البقيع، قوم قومي قوم روح نشوف عبد الله الرضيع. الندبة الثانية أصعب، صاحت يوم حسن يمه تعالي إذا تقرأ ولاي عاشوري يا الله. صاحت يوم حسن يمه شغل طه